عيشها صح مع أميرة العباس برعاية مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء لنزرع الأمل على ميكس أف أم. سعد لي مساكم مرة جديدة. طبعا رح نتكلم في هذه الساعة عن الاكتئاب وظيفي هاتفيا من مستشفى الموسى التخصصي بالإحصاء. طبعا دكتور شريف سعد استشاري الأمراض النفسية. يسعد مساك دكتور شريف. أهلا أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور. احنا كلنا بتمر علينا كلمة اكتئاب، لكن يمكن نحتاج التعريف الطبي لهذا المرض، وأيضا نبغى نعرف إيش هي أعراضه. والله هو لابد ان احنا نعرف ان الاكتئاب ما نتحدث عنه هو مرض الاكتئاب وليس الشعور بالحزن والتعاسة لبعض الوقت. الاكتئاب هو مرض نفسي، هو عبارة عن حالة من الشعور بالحزن والقلق، التشاؤم، تأنيب الضمير الزائد، الشعور بالذنب مع انعدام وجود هدف في الحياة، مصحوب بتأثير في الحياة اليومية. فلابد من وجود تأثير لهذه المشاعر على كفاءة الحياة اليومية، فبيبقى معاه اضطراب في الوظائف، اضطراب في العمل، اضطراب في العلاقات الاجتماعية، اضطراب في العلاقات الأسرية، بيبقى مصحوب بأعراض جسمانية زي اضطراب في شهية الطعام سواء زيادة ونقصانا، اضطراب في النوم زيادة ونقصانا، اضطراب في القدرة على التركيز والأداء الجسدي والأداء المعرفي. وبالتالي هو يعتبر واحد من أخطر وأهم الأمراض في هذا العصر. يعني ولنا نعرف مثلا في سنة لغاية 2004-2005 في دراسة كانت عملها منظمة الصحة العالمية بتشوف معدل تأثير الأمراض على كفاءة الحياة وعلى تأثيرها السلبي على المجتمع سواء في النفقات أو في الإنتاج وما شابهه. لغاية 2004 كان الاكتئاب رقم 3 في لستة طويلة منها الأمراض المعدية والأمراض الوبائية وأمراض القلب وما شابهه. في 2020 أصبح الاكتئاب رقم 2 في تأثيره السلبي على حياة الناس. في 2030 متوقع أن الاكتئاب يكون رقم 1 في التأثير السلبي اللي احنا اللي بنتحدث عليه هنا، ما يسمى الديسابيليتي، العجز. يعني يتحول الاكتئاب إلى رقم 1 في العالم من حيث التأثير السلبي على حياة المواطنين، ويسبب لهم حالة من العجز في الأداء الاجتماعي والوظيفي. طيب دكتور، بالنسبة لفئة المراهقين إيش أهم العلامات اللي بتظهر عليهم ونعرف أنه عندهم اكتئاب؟ هو يعني مبدئيا هو الاكتئاب لا توجد صفة فئة عمرية معينة محمية من الاكتئاب، الجميع ممكن يصاب بالاكتئاب. يمكن المرحلة العمرية المتوسطة البالغين واليافعين هي الأكثر شيوعا، ولكن حتى الأطفال نفسهم والمراهقين ممكن يصابوا بالاكتئاب. يعني لنا أن نتخيل أن عند الرضع ممكن أن يحدث مشاكل اكتئابية معينة، ويكون الشكوى الظاهرية بتاعتها أن الطفل يرفض الرضاعة ويرفض التغذية ودائم البكاء أو عنده اضطراب في النوم. في المراحل الأكبر عند الأطفال، المراحل البداية السنوات الدراسية، ممكن يبقى عندي صعوبات في الكلام، صعوبات في التعلم مع أعراض فيها مثلا اضطراب في الحركة، اضطراب في التركيز، اضطراب في التنبه. نطلع فط المرحلة عمرية أكبر شوية لمرحلة المراهقين، نجد أن المراهقين هنا بيبقوا أكثر حساسية، أكثر انزعاجا لتغيرات الحياة اللي حواليهم، فبيبقوا أكثر عنادا، أكثر انحرافا اجتماعيا، أكثر تغيبا عن الدراسة. ممكن هنا الفترة دي اللي نلاحظ فيها مثلا أن المراهقين أصبحوا أكثر عرضة للتعرض للتدخين في سن مبكر، الإقبال على المخدرات، الإقبال على العلاقات الاجتماعية الغير سوية، العنف، الإقدام على مخاطر زي ركوب السيارات وارتكاب حوادث بها، وأيضا معدل الانتحار في هذه المرحلة في منتهى الخطورة للأطفال في هذا السن. لكن يعني يجب أن أنا أركز جدا على في المراحل في هذه المرحلة العمرية اضطراب العلاقات الاجتماعية، اهتزاز الأداء الدراسي للطالب. دول طيب من أهم الأعراض اللي بنشوفها. جميل دكتور، متى المرحلة اللي يوصل لها الشخص الذي أمامنا يحتاج فيها يطلب المساعدة؟ شوفي، هو يعني احنا كلنا زي ما انت بديتي التعريف الحلقة وقلت ان معظمنا ممكن يصاب ببعض الأوقات بأحاسيس حزن أو اكتئاب.
الحزن إحساس طبيعي، إحساس عاطفي، في شيء من التعاطف، في شيء من الإيجابية، في شيء من التفاعل. الإنسان إذا لم يشعر يحزن ويفرح، يطمئن ويخاف، يتحول إلى كائن غير حي، يتحول إلى جماد أو ماكينة يعني. لكن الاكتئاب شيء مختلف. الاكتئاب هي ظاهرة فيها شعور وسلوك، شعور وأفكار وسلوك. إذا أنا أفكاري أصبحت سلبية، فأصبحت تعقني إن أنا أستشعر وأستقبل المؤشرات الخارجية بشكل جيد، بشكل إيجابي، بشكل متوازن زي بقية الناس. فمن ثم أصبح أدائي في الحياة أصبح أداء سلبي، أصبحت غير متحمس، أصبحت سلبي، أصبحت غير منتج، أصبحت متشائم، أصبحت فاقد الأمل، أصبحت فاقد الرغبة في الفعل. وابتدى ده يؤثر على حياتي في كل مناحيها، في كل أجنبها، سواء المهنية أو الاجتماعية أو الشخصية. وابتدت هذه الأعراض تزيد والمدة بتاعتها تتعدى أسبوعين. إذن هنا أصبح لدينا ما يسمى الإمبيرمنت، الفقد، العجز، الخلل. وهنا لابد من وجود تدخل علاجي. طيب دكتور، رح أطلع أنا وياك أول بريك ونرجع نستكمل حوارنا مرة أخرى. تفضل. عيشها صح مع أميرة العباس برعاية مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء لنزرع الأمل على ميكس أف أم. مستمرين معكم في حديثنا عن طبعا مرض الاكتئاب، وضيفي هاتفيا أرحب فيه مجددا دكتور شريف سعد، استشاري الأمراض النفسية من مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء. دكتور، تكلمنا عن تعريف الاكتئاب طبيا والأعراض والعلامات التي تظهر عند المراهقين تحديدا، ومتى الوقت اللي يطلب فيه المساعدة. أيضا حضرتك فرقت ما بين الاكتئاب المرضي والشعور بالحزن. نروح للتشخيص، كيف يتم تشخيص مرض الاكتئاب دكتور؟ هو عشان نشخص الاكتئاب زيه زي ما احنا قلنا في الاول، هو مرض طبي، مرض طبي يعني لابد ان يتوافر فيه الشروط، وجود الاعراض والتي يشكو منها المريض، ووجود علامات يستكشفها الطبيب اللي بيقيم الفحص. وفي بعض الاختبارات النفسية التي تجرى للمرضى لتحديد شدة المرض وطبيعة المرض. وزي ما احنا قلنا، أهم أعراض الاكتئاب هو الإحساس بالحزن، انخفاض المزاج بشكل ملحوظ يختلف عن الطبيعي المعتاد، وغالبا غالبا لا يوجد سبب مباشر صريح لهذا الانخفاض الظاهر في المزاج. وهذا الانخفاض في المزاج بيبقى مصحوب بفقدان الاهتمام، فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنا نهتم بها من قبل، أو الأشياء التي كانت تسبب لنا السعادة. يعني أفقد اهتمامي بعملي، أفقد اهتمامي ببيتي، أفقد اهتمامي بالرياضة اللي بحبها، أفقد اهتمامي بصلاتي، أفقد اهتمامي بتسليتي. فنتيجة لده يبقى عندي خلل كامل في كل جوانب حياتي. وبعد كده زي ما احنا قلنا، بقية الأعراض الجسمانية والاجتماعية التي تكون موجودة، زي أحيانا اضطراب في شهية الأكل، في معظم الأحيان بيبقى فيه فقدان شهية وبالتالي انخفاض في الوزن، في معظم الأحيان بيبقى فيه اضطراب في دائرة النوم، يبقى فيه استيقاظ مبكر عند المريض في الساعات الأولى من الصباح، ودي بيستشعر فيها بوحشة شديدة ووحدة شديدة وتزيد عنده من حدة الاكتئاب. كثير من الحالات بيبقى طبعا معها في انخفاض في الأداء المعرفي والسلوكي لدرجة خمول بدني، خمول ذهني، الإحساس بالإرهاق البدني، مش حاسس إن أنا قادر أعمل حاجة، ما عنديش إنرجي، ما عنديش طاقة إن أنا أعمل. وثم نيجي بقى في جزء مهم جدا، الإحساس بتأنيب الضمير المرضي، الإحساس بالذنب المرضي، وألوم نفسي على أشياء خارج نطاق قدراتي، خارج نطاق تحملي، خارج نطاق مسؤولياتي، وابتدي ألوم نفسي، ويزيد هنا الإحساس بتأنيب الضمير الذي قد يؤدي بالتبعية إلى الرغبة في إنهاء الحياة، أي لعقاب الذات أو للتخلص من هذا الإحساس. ومن هنا تأتي أحيانا الأفكار الانتحارية ومحاولات الانتحار. طيب دكتور، أسباب الاكتئاب إيش هي؟ وهل للعامل الوراثي دور في هذا الموضوع ولا لا؟ طبعا هو العامل الوراثي له دور، لكن دور العامل الوراثي أو الجينات هو يورث لدينا الاستعداد بالمرض، وليست مسبب مباشر للمرض. يعني ليس كل أب أو أم لديهم اكتئاب بالتبعية أبنائهم لديهم اكتئاب، لكن قد يورث لديهم الاستعداد للإصابة بالاكتئاب.
ولكن المهم جدا 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 العوامل أو المراحل الأشياء التي نتعرض لها حتى ولو كان لدينا هذه الجينات. مثل الضغوط في مراحل عمرية، ودي منطقة بحب أركز عليها جدا، وهي مرحلة السنوات الأولى من عمر الطفل، لأن هذه السنوات محددة لطبيعة شخصيته ولمستقبله العاطفي والذهني والاجتماعي. إن تعرض الطفل لإما بعض الأمراض الجسمانية المزمنة، بعض أمراض المناعة، بعض الأمراض الصحية التي تستدعي دخول المستشفى بشكل متكرر، ده في حد ذاته يعتبر ضاغط على الطفل، بنعتبره ستريسفول بالنسبة للطفل في هذا السن. إذا تعرض لفقد أحد الوالدين خصوصا قبل سن 10 سنوات وخصوصا عند البنات، ده بيعتبر أمر جلل بالنسبة للطفل وبيصيبه بحالة من الخوف الشديد والقلق الشديد، وده بيؤثر سلبا على مستقبله وأنه بيبقى أكثر عرضة أنه يتعرض للاكتئاب. التعرض للاعتداء الجسدي واللفظي أو الجنسي في هذه المراحل في حد ذاته بيبقى بيخضع الطفل عرضة أنه يصاب بهذه الاضطرابات في سن مبكر. برضو من ضمن العوامل المساعدة الفقد، فقد أي إنسان عزيز علينا، فقد الزوج، الأب، الابن، الحبيب، من أهم الأسباب فقد العلاقات، تحطم العلاقات الاجتماعية في حد ذاتها يعتبر عامل ضاغط جدا لمعظم الناس. فقد الدخل، فقد العمل، التعرض لأزمات استثنائية زي الحروب، الانفجارات، التشريد، نكبات الكوارث الطبيعية، دي كلها عوامل ضاغطة قد تؤدي لبعض الناس إلى الدخول في حالة من حالات الاكتئاب. التلازمية أو وجود بعض الأعراض المشاكل الصحية العضوية، زي إنسان أصيب بفقد في أحد أطرافه، تعرض لمرض عضوي خطير، بعض الأورام، كل هذه الأمراض قد لا يستطيع أن يتواكب معها الشخص فقد يدخل في حالة من حالات الاكتئاب. الاضطرابات الهرمونية، يعني لابد أن نركز أن في 3 حاجات نربطهم ببعض، المزاج والذهن، الهرمونات وجهاز الغدد الصماء عندنا، الجهاز المناعي. أي خلل في أي واحد فيهم يؤدي إلى خلل في 2 التانيين، فبالتالي أي خلل في الهرمونات أيا كان سببها، الغدة الدرقية، الغدة النخامية، الغدة الكظرية، الهرمونات التبويض عند النساء، قد يؤدي إلى الاكتئاب. أي خلل في الجهاز المناعي والأمراض المرتبطة بالجهاز المناعي زي الذئبة الحمراء والروماتويد وما شابهه قد يؤدي إلى أعراض اكتئابية. برضو التعرض لضغوط الحياة اليومية بشكل متكرر دون وجود آلية لتفريغ هذا الضغط أو الإنتاجية فيه والتغيير فيه يعد عامل مؤثر جدا في حدوث الاكتئاب. فبالتالي الجينات لها دور، ولكن دور مهم جدا 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 الضغوط الاجتماعية، الضغوط اليومية، العوامل البيولوجية اللي ممكن يتعرض لها أي إنسان. طيب دكتور، صحيح المقولة اللي تقول أنه المرأة قد تصاب بالاكتئاب أضعاف الرجل، نسبة إصابتها بالاكتئاب أعلى من الرجل؟ يعني هي أعلى طبعا، وخلينا متفائلين شوية، بلاش نقول أضعاف كثيرة، هو ضعف واحد تقريبا. في معظم الدراسات طلعت أن معدل الاكتئاب عند النساء تقريبا 20% مقارنة ب 10% عند الرجال. وده ليه أسباب عديدة، يعني جزء منها سبحانه وتعالى في تكوين المرأة البيولوجي، عقل المرأة عقل المرأة ووجداني عاطفي متفاعل بمقارنة بعقل الرجل الذي يميل أن يكون عقل عقلاني، بيحسبها أكتر ما يحسها، الأنثى تحسها أكتر ما تحسبها، لكن الحياة محتاجة الاثنين، وده من جزء من عبقرية الخالق أن الاثنين موجودين. برضو النساء زي ما احنا قلنا من ضمن أسباب الاكتئاب هو تذبذب الهرمونات، الأنثى في حياتها طول عمرها عندها حركة هرمونية، يا إما عند البلوغ ثم دورة شهرية متكررة ثم حمل بتغيرات هرمونية ثم وضع بتغيرات هرمونية أثناء الولادة وما بعد الولادة ثم مرحلة الإرضاع ثم دورة شهرية تانية حتى تصل إلى مرحلة انقطاع الطمس. كل هذه فترة فيها تغيرات بيولوجية نتيجة تذبذب الهرمونات بتاعتها تضعها عرضة أكتر لاضطراب المزاج واضطرابات العاطفية زي الاكتئاب. برضو في جزء مهم جدا ان نسميه سايكو سوشيال ستريس او الضغوط الاجتماعية النفسية اللي موجودة في المجتمع،
المرأة بطبيعة الحال عليها عبء اجتماعي أكثر من الرجل، لأن هي عليها عبء تربية وعبء تلبية احتياجاتها الخاصة وتربية احتياجات الأسرة، والنهاردة أصبحت المرأة عاملة فأصبح عليها كمان عبء مجتمعي. فبالتالي هي راعية لأسرة، راعية لعمل، وعليها ضغوط، ولا يوجد مساحة للتهاون معها أو السماح لها أنها تقصر أو أنها تقول ما أقدرش، فده بيضع عليها ضغط. برضو التمييز ضد المرأة في مجالات العمل، في الرواتب، في الاعتداء عليها، الإناث وخصوصا الصغار عرضة للتحرش والاعتداء أكثر من الذكور. فكل هذه العوامل تضع الأنثى عرضة أكثر للضغوط الاجتماعية، الضغوط النفسية، بالإضافة للتغيرات البيولوجية اللي عندها أن تصاب بالاكتئاب أكثر من الذكور. نعم دكتور، راح أطلع أنا وياك أيضا بريك مرة أخرى ونرجع نكمل حوارنا مرة. عيشها صح مع أميرة العباس برعاية مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء لنزرع الأمل على ميكس أف أم. مستمرين معاكم في الحديث عن مرض الاكتئاب، وارحب مجددا بضيفي هاتفيا دكتور شريف سعد استشاري الأمراض النفسية. دكتور، خلينا نتكلم عن العلاج وكيف قد يساعد العلاج النفسي مريض الاكتئاب. هو العلاج زي ما احنا قلنا المرض الاكتئاب هو مرض متعدد العوامل، في جزء بيولوجي، في جزء اجتماعي، وفي جزء تركيبة الشخص نفسه. فبالتالي احنا لما بننظر للإنسان بننظر له من مصطلح بيقال عنه بايو سايكو سوشيال، بيولوجيكال عضوي، سايكولوجيكال نفسي، سوشيال اجتماعي، وبيضاف ليهم كمان حاليا عنصر جديد وأصبح اضاف اسمه سبريتشوال، الإنسان الجانب الروحاني داخل هذه الشخصية. وبدام هذه الأربع عوامل تدخلت في تكوين الإنسان البيولوجي والسيكولوجي والاجتماعي والروحاني، فبالتالي أساليب العلاج هتمشي في نفس الاتجاهات. فبالتالي لدينا العلاجات البيولوجية اللي هي معظمها علاجات دوائية بتشتغل على النواقل العصبية التي يحدث فيها خلل نتيجة مرض الاكتئاب، اللي هي بتبقى أكثر شهرة السيروتونين والنورأدرينالين والدوبامين والميلاتونين. هناك علاجات نفسية بتعتمد على تصحيح المفاهيم، التعديل السلوكي، التعديل المعرفي، الدعم النفسي، تحليل المواقف، في عدة وسائل للعلاج النفسي. هناك الدعم الاجتماعي والدور الاجتماعي، وده دور لابد له من داعم في المجتمع، واللي هنا قد يكون الأسرة، الأصدقاء، المحيط العمل، رجال الدين، الجمعيات، كل دول المفترض يبقى لهم دور. ثم نأتي للبعد الروحي، أو يعني عالمين بيتحدثوا عن السبريشوال الروحانيات، في مجتمعاتنا بنميل لاستخدام المصطلح الديني، العلاج الديني أو العلاج التشافي بما يعتقد به الشخص. وبالتالي من منطلق العقيدة بتاع مجتمعنا هو مجتمع إسلامي، فالدور الدعم الديني، زيادة قيمة التفاؤل عند الناس، زيادة الإحساس بالثقة بالنفس والثقة بالله، إعطاء حق الخطأ وحق الفشل لكل إنسان، أنه من حقه أن يخطئ ويصيب، وعندما يخطئ لا تعني أنها كارثة. رفع برضو النظر الإيجابية للابتلاء، ان احنا عندما تبتلى هذا ليس يعني ان الله غاضب عليك او انك مذنب او مثل هذه المفاهيم، ولكن الله يبتدي احيانا من يحبه او يبتليك ليختبرك ويشوف قدراتك، وان الله لا يختبر الفرد الا في حدود قدراته. المفاهيم، دعم المفاهيم التي تقلل من تأثير الحزن على المواقف اللي احنا بنواجهها، وتقليل الغضب، يعني حتى في ديننا نحن نتحدث عن لا تحزن لا تغضب، القيمتين دول في منتهى الأهمية، لأنها تأثير الحزن المزمن أو الطويل والغضب الطويل، أن تكون دائما النظرة للمستقبل نظرة تشاؤمية، نظرة سلبية، فلا أرى الإيجابي ولا أرى العلامات الإيجابية التي ممكن أن تكون موجودة حولي، ولا أرى إلا الجانب السلبي في كل أمر، وبالتالي عقلي سوف يحكم بهذا الشكل. نعم طيب، وعايز اقول حاجه يعني معلش هطول فيها شويه، نحن نستخدم كثيرا في قراننا الكريم كلمه الناصيه،
ناصيتي بيدك، نحن ندعو الله أن يصلح لنا ناصيتنا ولا نسفعنا بالناصية. الناصية هي مقدمة العقل، مقدمة الرأس، ودي فيها الفص الأمامي للمخ، وهذا الفص يعني إبداع الخالق فيه شيء مذهل، إنه مسؤول عن تقدير المواقف. نعم. تقدير الأمر، وأنا أعتبر هذا الأمر أمر جيد ولا أمر سلبي ولا أمر إيجابي، أمر مشرف، أمر قابض للنفس، وبناء عليه أنا بقرر رد فعلي الوجداني أو الشعوري يعني، والسلوكي بقى إيه. فبالتالي على الرغم من أن الاكتئاب هو مرض ظاهره اضطراب في الشعور، ولكن أصله هو اضطراب في التفكير، تقييمي للحدث. نعم. فبالتالي احنا بنحتاج، عشان كده دائما نسمع في العلاج النفسي العلاج المعرفي والسلوكي. والسلوكي صحيح. نعم. ان احنا بنعدل تعريف الاشياء، بنعدل المفاهيم، بنعدل القناعات، ونعدل السلوك، وده بالتبعية يعدل المشاعر. نعم. طيب دكتور، في الختام حضرتك ذكرت قبل شوي مصطلح العلاج يعني الديني أو شيء زي كذا، طرق الوقاية من المنظور الإسلامي ما هي من وجهة نظرك؟ والله يعني أحب أكد على قيمة التفاؤل. لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليأتغيث، هذا معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. التفاؤل، التفاؤل أنه مهما حدث هناك فرصة للتغيير، هناك فرصة لحياة أفضل، حتى لو كان هناك ابتلاء، هناك أزمة، أنا أستطيع أن أعبرها، لأن ربي لم يختبرني في اختبار إلا لأنجح فيه. سبحانه وتعالى دائما الصفتين الملازمتين لي دائما الرحمن الرحيم. فهذا الرحمن الرحيم لم يبتلينا ليؤذينا، ولكنه ليبتلينا ليثبتنا، ليبتلينا ليعلمنا، ليبتلينا ليؤجرنا أجرا طيبا. فإذا أنا تعرضت لأزمة أيا كان حجمها، أنا محتاج أن أنا أؤكد على رزانة ثقتي في ربي وأني أستطيع. وخليني أقول حاجة برضو، بدل ما إحنا ذكر المفهوم الديني، أن كتير من الناس يقولوا مثلا أن مريض الاكتئاب لديه ضعف في الإيمان، لديه ضعف في الشخصية، وده خطأ شديد جدا، لأن الاكتئاب يؤدي إلى ضعف الإيمان. المؤمن الرجل الطيب اللي بيصلي لما بيكتئب بيبطل يروح الجامع، أو يكون بيصلي وبيصوم بيبطل يروح الجامع، أو أن شخصيته الشخصية القيادية اللي أصبح حاليا شخصية مهزوزة غير قادرة على اتخاذ قرار. فأحد توابع الاكتئاب تقليل الثقة واليقين عند الإنسان، يا إما في نفسه أو في خالقه. فبالتالي وإحنا بنتوجه للعلاج إحنا بنسعى لترسيخ هذه المبادئ، النظرة الإيجابية للاختبارات، أن أنا أختبر حتى أتطور، حتى أتعلم، حتى أصبح أكثر قدرة، حتى أصبح أكثر فعالية لنفسي وللي حواليا. رفع مستوى تقدير الذات، أن أنا أستطيع، غيري تعرض لهذا ونجح. زي ما احنا قلنا برضو، تقليل التأثير السلبي للحزن والغضب، لا تحزن ولا تغضب كما أوصانا رسولنا عليه الصلاة والسلام. حق الخطأ، كل ابن آدم خطأ وخير خطأين توابون. فبالتالي أنا من حقي أن أنجح، وعندما أخطئ لا أغضب لا أحزن، هي تجربة وتتكرر التجربة حتى أنجح. كل هذه المبادئ هي موجودة في صميم العقيدة. نعم نعم صحيح. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. دكتور شريف سعد، استشاري الأمراض النفسية، وكان موضوع الحلقة عن نفسية، 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 وكان موضوع الحلقة عن نفسية.